عسلام، مرحبا بيكم. زوز، اليوم مرحبا بيكم شباب في دارنا المتواضعة. نحب نحكي لكم شوية بالأخص على هالستة أمتار مربعة هذه. هذا ما وراء الكواليس، خلينا نقول. نبدأ يا سيدي بالمعدات. إذا عن الكرسي هذا اللي مثل أمامنا، كان هدية من المدام بمناسبة عيد ميلادي رفقا بظهري، يعطيها الصحة، فهمتني؟ نزيحوه على جنب. وفي اخر الفيديو باش نحكي لكم على اهم حاجه في السيت اب نتاعي، ونتصور قله منكم باش يتوقعوا شنو هي. خلينا يا سيدي نحكيو على الاساسيات لهنا. الكلافي نتاعنا المره هذه باش يكون هو ديجا، اسمع، قبل هذا كل عملت فيديو انا قديم عنده 4 على 5 سنين، او كنت تلقاو اللينك نتاعو من فوق على اليمين، وين وريت فيه السيت اب نتاعي القديم. اما باش تلاحظوا لي برشا حاجه تبدل، ثم حاجه برك ما تبدلتش راح احكي لكم عليه شنو. اما بالنسبه للكلافي كورسير K55 يكون هو الخيار الامثل بالنسبه لي انا لهنا. كلافي رخيص الحق، ماهوش غالي برشا، ماهوش كلافي ميكانيك، اوك فيه شويه كعبات RGB واللي بيه الفايده موجود. معنا الحاجه اللي تعجبني فيه انه ما يعملش برشا صوت، حاجه باهيه. بالنسبه للسوري G502 من عند لوجيتك، عاديه جدا الحق، ما فيهاش حاجه واو سبيسيال برشا، ولا اللي هو تقوم بالواجب نتاعها. هذا يحكي لكم عليه، هذه الحاجه اللي تتذكروها بازم الفيديو اللي فات، خاطر هو الوحيد مسكين اللي ما تبدلش. السكرين الاخر تبدل، هما زوز 1080. الفرق انه هذا 144 هرتز، وانه الشباب هذايا 60 هرتز. اما صارت حاد صغير معناها للشاشه نتاعنا هذه، كما تشوفهم اللوطه مره هكا بارامون سينا، حطينا شمعه تحت ولا اللي هو، دونك او كذاب شويه. اما الفايده في الجمال الداخلي. ممكن نخمم في المستقبل نابجريد ال 1440p، اما الى حد الان الحق مانيش راه حتى داعي للمصروف الزايد، لاين الخساره. به المايك نتاعي هو السامسونج Q2U، واحد حسب رايي انا من احسن البرايس بيرفورمانس ريشيوز في السوق، 75 يورو، اما الحق قايم بواجبه على اكمل وجه. يعطيك الصحه يا خويا، ما عندها عاد الزبي تو فقط عندي. نمر تويكا نحكيو على الحاسوب، فهمتني؟ الحاسوب نتاعنا هو شوف، من قبل الكيس كانت فراكتل ديزاين ماشي 5C، علاش تبدلت؟ خاطر السيت اب كما تشوفوا البي سي على اليمين، دونك لازم الشباك نتاعو يفتح على اليسار باش نتوما تنجموا تراو الجمال هذا الكل. اما الكيس القديم كان الشباك نتاعو من الجهه اليمين، دونك شد عاطي على الحيط. اذا كانت تحب الناس يشوفوا لازم تقلبوا 180 درجة، ووقتها يولي المسار من الخيوط نتاعو كل خارجي من التالي، مش منظر مزيان. دونك خذينا الشاركون ريف 220 ولا 200، واحد منهم مانيش متاكد. الحاجه باهيه فيه انه الشباك يعطي على اليسار، هذه حاجه مزيانه. دونك من قدام يولي وجهه ظاهر كما هي كوم الفو. والحاجه الجديده فيه يمكن برشا كوكو عشبال شو اسمه الجي بي يو نتاعك موك، فاي نعم، على خاطر الكيس هذا فيها عفسه كوم كو كل شيء مقلوب 90 درجة، معناتها منين خارجين الكابلوات؟ راح منين خارجين الكابلوات؟ من التالي اجا شوف صاحبي، شوف يعطيك عصبة، ما مش خارجين من التالي، سامحنا مدام، الكابلوات خارجين من الفوق الكل. اللي هي الحق عفسة مزيانة وكذا، أما جوست فما حاجة برك لأنك اللي لحظة لازم نعطيكم ليكزومبل، وين هي القطعة جبت هنا تو كنت حاطها كلك بار ولا على خاطر تو مثلا ديسبلاي بورت كابل خشين برشا، وانت عندك كان 6 سنتي لهنا، دونك ما تنجمش في 6 سنتي تخرج الكابل وتعوجه باش يخرج من النقبة هذه، تولي تشري فازات كيما من هذوما، فهمت؟ تحس كيما الآل شكلها تك، تحطها في شو اسمه في الجي بي يو، بعد تخرج الكابل على روحك من هنا وجوك أحلى جو. باه. اما بالنسبه لشنو فيه البي سي، عندنا RTX 2070 سوبر من عند باليت، ديجا ثم فيديو عليها زاد في الشين، تلقاو اللينك كالكوبار يسبح لهنا. نفس الشيء وراء الكولر ماستر اللي هي MA610P، ثم الرايزن 3700X، عندنا كعبتين كورسير فينجنس 8 جيجا 3200 ميجا هرتز الوحده، وعندنا كعيبه ويسترن ديجيتال يحوس غاليك M.2 انتيرا. شنو اخر مازال ما حكيتش بالنسبه للكارت مير نتاعنا، مانيش نقول لكم عليها على خاطر عملنا ديجا فيديو، دونك هاكا باش نشجعكم باش تزيدوني شويه فيوز، تلقاو الكلافي او الفيديو نتاعها لهنا، خاطر خرجنا الخدمه القديمه بدلنا ركبناها في البي سي، دونك حتى اذا كان انت تحب تبدل الكارت مير نتاعك وحدك نورمالمون فيديو هذاك ينجم يعاونك شويه. وكل ما يشحن
في المعدات هذه بالالكترونيات هو باور سبلاي يونت 650 وات. دونك هذا هو كان بالنسبه للبي سي. ونمر تويك للمريول ولا عندي مراول يا سيدي وزبي ومرش كما قاعدين تشوفوا. جالي فيش مكتوب عليهم التالي 300 دينار اما عاملكم رميز ب 40 دينار كهو. اذا كان تحبوا تغتنموا الفرصه المثاليه هذه اللي امبوسيبل تتعاود الا ما يصطفوا الكواكب الكل تمشيوا لترواد بالفي نقطه يواتيك نقطه كوم تلقاو اللينك هذا مكتوب في اول كومنتير في الديسكريبسيون. اما بالنسبه للكام تاعنا هي لوجيتيك سي 920 عندها مده زاد يظهر عندها 3 4 سنين معايا والحق ما فهم حتى داعي باش نبدلها قايم بواجبها واكثر. أبار سا هذي تقريب كل ما هو بالبي سي جست هذا المانيت هذي عندي يعني ساعات كنسحق نعب ما ظاهر اللي هي مانيت بوذا الروح ورخيصة عليش شوف حسيل البور متاعها شنو اي نعم مازالوا موجودين الديناصورات هذا مازال على قيد حياة. جيب طويكة ونحكي شوية على اللي كونسول اللي عنا كعبة سبايشن هيك غادي كما تقول جدتي وإلا محطة ألعاب أربعة هيك غاديك فهمني المانيت نتاعها لأنها كم رصف برشا مانيتاتكم كوا جيمر وزبي. عندنا زادة ترايبود هذايا من أساسيات ومن الروحانيات متاع اليوتيوبرز لازم يكون عندك كعبة كم هكا فهمت لا. عندنا جرين سكرين زادة تنجموا تصدقوني مش لازم نوريهولكم يظهر لي أما أنا شنو نخمم الأولاد نخمم أني نعمل كما كالحديدة من فوق ونحط فيها دير جرين سكرين يولي كما الريدو معناها كي تسحق تعمل هكا كي تحب تبعث وينيك تعمل هكا باه. نجيو زاد نحكيو على حاجه اخرى مدفونه في الباندورا بوكس هذايا اللي هي فهمت الله الفيرتشوال رياليتي الفي ار هذيا من عند اوكيولوس كويست هذيا وديجا قاعدين نعملوا عليها في شويه فيديوهات عن نلعبوا في هالف لايف اليكس تو عندي 18 من اللي قصيتها ما هابش نرجع لكم ديجا بعد الفيديو هذه باش نصور فيديو عليها ونعرف الذكوره فاش قاعدين يخموا طويكه وين عم حاجه تنيك في الراس شباب به. وحاجه اخرى مهمه جدا انه لازم الاضاءه يعني تكون في مستوى يليق بانسان كيفي انا هذاك علاش عندنا السوفت بوكس هذايا هو اللي يلقي بالفوتونات على وجه المبارك فهمتني ويرتد الفوتونات على الكاميرا اللي باي ذا واي كانون ام 50 كاميرا هي بالنسبه للناس اللي يتسالوا واتك في الراس كاميرا جالي فاي شنو هي. تو نجيو للحاجه اللي قلت لكم اهم حاجه بالنسبه لي انا في السيت اب تاعي اكثر حاجه معاونتني على الخدمه بتاعي هي الشيء هذا هي الاداه هذه اللي ماثله امامكم يظهر لي في الكاميرا انتم تراو فيه يشعل ويطفى الفلسه هذه ما هي مش تشعل وتطفى جست خاطر الفليكر معناتها بتاع الضوء بارامون مش هو بيدو الفريكونس بتاع الشاتر سبيد وكم هو نفهم برشا ديمو تكنيك شنو يعمل السيد هذا شنو يعمل شنو فايته في الدنيا الشيء هذا فايته يا سيدي بن سيدك هو انه ميكسر بتاع اوديو نجم تخلط بيه الاوديو كيما تحب عنده خمسة مخارج باهي البروغرام هذا فيه خمسة مخارج منهم ثلاثة مخارج فيزيك عمني كيما السبيكرز كيما هاتسات بتاعي اللي هي هايبر اكس فلايت اس هذه بالنسبة للمتسائلين كهو عندي زوز حاجات ساعات نجم نربط التلفزة دونك تولي زاد الباف لوت التلفزة يتسماو اوتبوت فيزيك والاهم من هذا انه عندك زوز فيرتشوال اوتبوتس اللي هما كيما تجيو لهنا يجيو مرحبا بيكم الاولاد عم بطلع شفت لنا عندك البي 1 والبي 2 هذوما هم دونك اي 1 بالنسبه لي انا هي سبيكرز اي 2 هي الكاسك اي 3 ما فيها حتى شيء طبعا كيما قلنا نجم نحط فيه تلفزه بي 1 اللي هو الميكرو الاول نتاعي وبي 2 هو الميكرو الثاني نتاعي نعطيكم اكزامبل باش نفسر لكم اش معناها هذوكم ناخذوا اي غنايه مثلا وكما تلاحظوا لهنا الغنايه هاوكا الايكولايزر قاعد يتحرك فهمني الغني قاعد يخرج من هنا اللي هو قاعد يخرج في نفس الوقت من البافل وفي نفس الوقت من الكاسك مثلا انا نقول يا سيدي ما نحبش الصوت نتاع الغنيه يخرج من البافل ويت حبوا يخرج كامل الكاسك تجي لنا كما قاعدين تشوفوا في الاي 1 هذه تاك ديزاكتيفي سبحان الرب فجاه تنح الصوت من السبيكرز اما مازال نزل في الكاسك كما قاعدين تسمعوا جاوا عم طلع لنا الاولاد انا حاط الميكرو نتاعي في الخانه الاولى هذه هذا الميكرو نتاعي هذايا صوت كل ما هو فويس شات ديسكورد وكروايق هذاك هذه فارغه بور لو مومون اما كان تربط بي سي بلاي ستيشن ولا
البورتابل نتاعك تنجم تخلي الصوت نتاعو يخرج منه، هذه تخرج في الصوت نتاع الميوزك، وهذه تخرج في كل ما هو صوت نتاع بي سي. عرفت كما مثلا تلعب طور حلول كل اصوات نتاع الجيم باش يخرجوا من البلاصه هذه. باه تويكا بعد ما فهمنا الشيء هذا شنو الفايدة نتاع بي 1 وبي 2 هذاكم كما قلت لكم مخارج فيرتويال. انا مثلا وقت اللي نبدا نستريمي نجم نختار بالضبط بالضبط الفيورز نتاعي شنو يسمعوا. اي حاجه نحب الفيورز نتاعي يسمعوها نجي نخدمها في البي 2 هنا، على خاطر انا مختار انه الميكرو بي 2 يعدي الصوت للاو بي اس مثلا. باش نفسر لكم اجا عملوا طالع الميكرو نتاعنا طو اوكي باش نبدا هو ديزاكتيفي طافي طو ما هاوش نخدموه ريتوه لنا مثلا. كل ما انا نتكلم ترى في الصوت نتاع الميكرو قاعد يتحرك هاوش نسكت. اما مش خاطر طويك الميكرو قاعد يخدم معناها الجماعه يسمعوا فيه، ما يولوا يسمعوه الا ما انا نخدم الفيديو هذه تك اجا وعملوا طلع لهنا فهمني تضغط على الزر هذايا انا مختارهم في الاير فور اكزامبل تك فيديو تخدم. مادام طو فيديو تخدم معناتها الجماعه اللي في ستريم طو يسمعوا في الميكرو نتاعي فهمتني. نحبهم يسمعوا الفن شنو نعمل عليك نور نجي لنا للميوزك تك فيديو. نحبهم يسمعوا الصوت نتاع ان جيم نجي لهنا تك فيديو. هذاك علاش ساعات تشوفوني ستريمي وما كومش تسمعوا في الصوت نتاع الجيم بعد مانيش نسمع في الصوت نتاع الجيم وقت ان نجي لنا ننزل على فيديو. هذاك فيديو وبي ان هو صوت الميكرو العادي نتاعي. مثلا كي ندخل انا في طرح فالورانت فك الفويس شات هو بي ان حاجتي انا باش نسمعهم صوتي بالميكرو تك ننزل على هذي فهمتني هاكا بي ان ولا تشعل طويل يجا وعملوا طلع باش تفهموا. حاجتي مثلا باش يسمعوا الميكرو نتاعي كما قلت لكم ننزل على الفلسه هذيه اس تك هكا بي ان تش مع تطور الناس اللي في فالورانت قاعدين يسمعوا. ونفس الشيء معناها كي باش ندخل للديسكورد ولا حاجه الميكرو اللي نعدي فيه الديسكورد هو بي ان. اي حاجه نحب الناس يسمعوها من الميكرو نتاعي نخدم عليها البي ان. دونك فوالا شباب ان شاء الله ما تكونش معقده برشا العمليه حسب التفسير نتاعي انا. اما فوالا هذايا هو يعطيك قدرة باش تتحكم بالاوديو نتاعك بصفة مهولة جدا، والشيء هذا مفيد ومفيد جدا خاصة بالنسبة للستريمرز او حتى بالنسبة للناس اللي تعمل برودكشن ولا اللي هو تستحقوا الحكاية هذه. بل شوف البروغرام هذايا بلوشي فويس ميتر بانانا بلوشي، اما هذه شريتها ب 50 يورو والحق انا من احسن ال 50 يوروات اللي استثمرتهم في السيت اب نتاعي هي كانت القطعة هذه. ولا شباب هذا هو اذا كان بالنسبه للفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا وخذيتوا شويه معلومات وعملتوا جو زيبي. ما تنساوش عاد كالعاده شد اللوني هالزبي تا يمشي عاد بك شير وبك اللايك وبك الكومنت وبك السبسكرايب يمشي عاد هالزب كهو فرصة. اش عندي اخر نقول لكم استنونا في الفيديو القادم وهكا رجعت نحرك عاد على اليوتيوب. نعرف انتم تحبوا فيديو متاع طبخ وعلى قريب شي يجيكم فيديو متاع طبخ. شباب شكرا على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.